حاجة نظيفة. هقوله سيف ايميج اس، ماشي نشتغل على ال ماي دوكيمنت. هقوله طبعا انا كده خلاص التصميم بتاعي برضو عايز اسيبه، يبقى انت معاك بي سي دي مش محتاجه وتبتدي تشتغل عليه. هقوله فايل اوبن لايبرري ماي دوكيمنت، هقوله اوبن. طيب دي كده انا عايز اخدها كديزاين وابتدي ان انا ادمجه مع ديزاين معايا. فهعمل ايه؟ اول حاجه هتخلص من الخلفيه اللي ورا دي، فانا هبتدي امسك كده رفلي، همسك كده السليكشن تول، عايز الشادو ولا مش عايزها؟ عايزها. طيب هات رفلي كده تمام. هقول له كنترول سي، فراح جاي واخدها لي ايه؟ كوبي. هقول له فايل نيو، هقول له انا عايز احطها في الديزاين بتاعي انترناشونال بيبر اي 4 300، وهقول له ايمج روتيت، وهقول له كنترول في، بقت بيست، بقت حاجه من جزء من الديزاين دي تمام. طيب انا عايز ادمجها مع الخلفيه بتاعتي، عشان كده هي مقصوصه شكلها وحش، فممكن اديها بلند مود، حاجات من اللي هي الايه اللايت. ابتدى تبص ايه تتمسح شويه، بس برضو مش عارفه تتشال. طب يبقى انا هساعد فوتوشوب شويه، حاجه اقول له ان اللون ده، هقول له بس سيلكت كلر رينج اللون ده، الفازنس عليه شويه، بس هتلاقيه عامل لك سيلكشن على ايه، بص هنا في الحته دي كده على اللون، ممكن اعملها على الايمج، لا مش هتبان، على اللون ده هقول له اوكي، فهجي اعمل لك سيلكشن على اللون، اعمل له ديليت تمام. برضه نفس الموضوع، اقول له ايه، هساعده شويه برضه بالاريز تول، طبعا الاريز تول ميزتها ان هي ايه، سوري انا مسحت الصوره كده، بتنضف الحواف دي كلها. نفس الكلام برضو اقول له سيلكت كلر رينج ده اوكي ديليت، راح جه مسح لي كل حاجه تمام. يبقى سوري انا كده الفازنس كانت عاليه قوي فمسح لي حاجات من الصوره. هقول له سيلكت كلر رينج، انا كده معايا كنترول دي بس عشان اشيل الكلر رينج ده، هقلل الفازنس شويه، هقول له اوكي ديليت. يعني تقريبا انا كده ساعدت الفوتوشوب ان انا مسحت له شويه حاجات كتير قوي في الصور. اخش بقى تاني بالايه، بالبلند مود، ظبطت شويه حاجه زي كده مثلا، ممكن اكررها كنترول جي، احنا عملنا الحركه دي المره اللي فاتت، فتتقل معانا شويه. سوري انا دخلت في البلند مود تاني، تمام. وبعد كده اخدها مثلا هنا، متنساش ان ايه اشيل العلامه دي بس كده، واخدهم هما الاثنين كنترول اي، سوري دي اختلفت ليه عندي، كنترول جي كنترول اي، يبقى انا كده احطها هنا كده. ممكن اعمل له الت واخدها كده كنترول تي، الفها كده كنترول بعد الفهم. بالظبط، كنترول يو اغير لونها وهكذا، دي كده كنترول تي سوري، الت كنترول يو، الت كنترول يو، ممكن
بص بقى، ممكن اخد واحده كمان الت كده تبقى ووتر مارك، لكن مثلا انت بتتكلم في الورقه دي مثلا هتشرح فيها افكار، مثلا هتشرح فيها حاجه، فممكن تعمل بقى دي كده تكبرها قوي كده، سوري، بعد ما تكبرها كده تعمل كنترول يو وتشيل منها اللون خالص وتخلي الاوباستي بتاعتك خفيفه شويه، ما زي ايه حاجه كده منتشره في الوقت انها ووتر مارك كده. انت عملت الايه الخلفيه بتاعتك، عايز تكتب الكلام ده، انت لو كتبت الكلام هبتدي الحاجات دي تضايقك شويه، تبتدي تكريت لاير، اللاير دي بص هنا كده في كده مستطيل ده تكريته كده من هنا لهنا وتزود الراديوس بتاعه تخليه مثلا 50، وهو لازم يترسم من اول وجديد للبورد، لا انا هرسمه من اول وجديد، بس عايز انا الراديوس بتاعه الستروك الفلت اهو الراديوس بتاعه 50 تمام، وهقلل الاوباستي بتاعته. لو اصبح ايه المستطيل ده اكتب عليه بالاسود، ولا يهمك ان هو ايه، هو يعتبر ايه وضح الخلفيه بس ايه عندك شويه، فيعتبر ده ديزاين مثلا خدته من على النت، فكره بسيطه خدتها من على النت قعدت احور فيها كتير جدا لغايه لما طلعت الايه الفكره اللي انا عايزها وابتديت اشتغلت بيها. ممكن اسيبه لك برده كبي اس دي، ده بص كده ابتدى من الحته دي بس.